ماما يا ماما. نعم يا حبيبة، انت جعانة؟ انا خلاص اهو يا حبيبتي قربت اخلص الغدا. لا يا ماما، انا كنت عايزة اقولك على حاجة. ايه يا حبيبتي قولي. انا لقيت تليفون في الشارع. بتقولي ايه؟ لقيتي تليفون؟ طيب وما اديتهوش لصاحبه ليه يا حبيبتي؟ ما هو انا يا ماما ما اعرفش صاحبه، وانا اديت التليفون لبابا، فبابا خد التليفون وقال ان هو هيبيعه. بتقولي ايه؟ يبيعه ازاي الكلام ده؟ طيب يا حبيبتي تعالي معايا. انا حد قلت له يا ماما حرام عليك، ادي التليفون لصاحبه زمان، صاحبه دلوقتي بيدور عليه. قام قال لي اسكت انت مالكيش دعوه كده. طيب يا حبيبتي تعالي معايا. ها يا ماجد يا حبيبي، عامل ايه؟ ما غيرتش هدومك ليه؟ يعني هبقى اغير في اي وقت عادي مش مشكله. انت مش رايح الشغل النهارده؟ لا مش هروح الشغل النهارده. ليه بس كده يا ماجد؟ ده انت بقالك يومين قاعد من الشغل. بصراحه كده يا هبه انا سبت الشغل. يا نهار اسود، بتقول ايه؟ بقولك سبت الشغل يا هبه. يعني انت بتصرف علينا وعلى البنت وعلى امك والاخر تقولي سبت الشغل؟ اعمل ايه يعني؟ المدير جاي يتمنظر عليا، اسيبه يعني؟ يا ابني لازم تتطي عشان الحياه تمشي. لا مش انا اللي ادوس على كرامتي، انت متجوزه راجل مش حرمه لا مؤاخذه. خلاص خلاص يا ماجد اللي انت عايز اعمله براحتك. طب والمصاريف والفلوس اللي احنا بنحتاجها، ولما نيجي اخر الشهر ما بنلاقيش هنعمل ايه؟ انا مش هبيع دهبي، انا بقول لك اهو. يا ستي انا هتعامل، مالكيش انت دعوه. لكن انا بقول لك اهو من الاخر، الدهب بتاعي انا مش هبيع منه ولا فرفوته، انا عينها عشان خاطر بنتي. ما خلاص بقى بطلي كلام، هو انت بالع راديو؟ امال امي وحبيبه فين؟ امك نايمه وحبيبه بتغير هدومها. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي، يا ريتنا كنا جبنا سيره 1000 جنيه. حبيبه قلب بابا انت. وانت بقى من كتر ما انت بتحبها سبت الشغل عشان ما تلاقيش تصرف عليها. بقول لك ايه يا هبه، انا اللي بيني وبينك حاجه واللي بيني وبين بنتي حاجه تانية. ده انت بقيتي بومه يا شيخه، استغفر الله العظيم. بابا. نعم يا حبيبتي. عايز انزل اشتري حاجه حلوه. منين هتشتري حاجه حلوه؟ منين هي؟ فين الفلوس؟ ما هو خلاص ساب الشغل. يا ستار يا رب. لا يا حبيبتي معايا، هديلك تجيبي حاجه حلوه، بس ادخلي جوه دلوقتي يا حبيبتي. حاضر يا بابا. في ايه يا هبه مالك؟ بقيت عامله زي البومه كده ليه؟ بقول لك ايه، انا ما عدتش عايز اسمع صوتك والله العظيم. لا داخله قايله لامك يا شيخه. يلا غوري من وشي. ده ايه القرف ده؟ نسوان نكديه. يا ترى هو البيت ان هو اللي على اليمين ولا اللي على الشمال؟ ده انا نسيت خالص. هو قال لي ايه؟ الو السلام عليكم، لو سمحت حضرتك كنت طالب اوردر مني، وانا دلوقتي في الشارع اللي حضرتك قلت لي على العنوان بتاعه، بس البيت بصراحه انا مش فاكر حضرتك قلت لي البيت ان هو. ايوه البيت رقم 45. طيب تمام جاي لحضرتك اهو. ايوه يبقى هو البيت اللي هناك ده، لما اروح. الله ايه ده؟ ده تليفون. يا ترى التليفون ده بتاع مين؟ انا هاخد التليفون ده واوريه لبابا. انا هاخد التليفون بقى اوريه لبابا وهو يشوف صاحبه فين، اصل انا مش عارفه صاحبه. حماتي يا حماتي. ها في ايه يا بنتي؟ لو سمحتي قومي، عايزاكي كده في كلمتين. في ايه بس؟ معلش اصحي بس عشان عايزاكي في موضوع. في ايه بقى يا بنتي؟ اديني صحيت. يرضيكي يا حماتي، انا بقول للماجد هو انت مش هتروح الشغل؟ يقول لي انا سبت الشغل. يا نسبتي. اه والله يا حماتي زي ما بقول لك كده، بقول له ازاي تسيب الشغل واحنا دلوقتي مطلوب مننا فلوس وايجار ومصاريف واكل وشرب، ما انت عارفه يا حماتي. يرد عليا ويقول لي ما يهمنيش كل ده، انا خلاص سبت الشغل، انا مش عارفه اعمل ايه يا حماتي معاه، انا خلاص تعبت. انا قلت له ان انا مش هبيع اي حاجه من الذهب، انا بعت قبل كده ختمين من الذهب بتاعي وما عادش معايا غير الغوشتين والدبله عينهم علشان خاطر البت. وانت عارفه الدنيا عامله ازاي، يعني لما بنتي دي تكبر مش هتحتاج مصاريف ودروس ومدارس، وكل ده هجيب لها منين؟ يا حول الله يا ربي، هو لسه لحق يقعد في الشغلانه عشان يسيبها؟ هو الواد ده ماله كده؟ حاله معصلك كده ليه؟ عرفنا قبل الجواز وبعد الجواز وقبل الخلفه وبعد الخلفه. انا والله ما انا عارفه اعمل ايه، انا زهقت وتعبت، وكل ما اجي اتكلم معاه يبقى عايز يضربني. انت لازم بقى يا حماتي تتكلمي معاه، عشان كده مش هينفع. طب حقك عليا يا بنتي، معلش انا هكلمه. ما عندوش اي مسؤوليه خالص، ده انا ياما امي حذرتني وقالت لي بلاش تتجوزيه. معلش يا بنتي حقك عليا، انا هقوم اكلمه. هو فين دلوقتي؟ اهو قاعد بره اهو في الصاله. انا هروح اعمل الفطار يا حماتي، على ما انت تفوقي كده وتقومي تكلميه. ربنا يهديك يا ابني ويصلح حالك، يعني كده هو نظلم بنت الناس معانا. مين اللي بيخبط؟ اه يا قله الراحه يعني. طيب يا اللي بتخبط، هو انت يا حبيبه؟ تعالي يا حبيبتي ادخلي. بابا انا عايزه اقول لك على حاجه، بس انا مش عارفه اللي انا عملته ده صح ولا غلط. عملتي حاجه ايه دي؟ انا لقيت التليفون ده في الشارع وانا بشتري حاجه حلوه. ايه ده صحيح؟ وريني كده. ده تليفون حلو قوي، لو اتباع يجيب له مبلغ حلو. شاطره يا بنت يا حبيبه. بابا انا عايزه اقول لك حاجه. قولي يا ستي. اللي انت بتعمله ده حرام عليك، دور على صاحب التليفون وادي له التليفون، اكيد صاحبه زعلان علشانه وعمال يعيط عليه. بس يا بنت اسكتي، بلا صاحبه بلا زفت، انت مالك لكاكه كده زي امك؟ مش فاهم ليه ما طلعتيش زي انا عامله زي امك تقول لي قال ايه ادور على صاحب التليفون. انت مالك؟ ده ايه القرف ده؟ ماما. نعم يا حبيبه، في حاجه؟ ايوه يا ماما، عايزه اقول لك على حاجه. انا لقيت تليفون في الشارع وما كنتش عارفه فين صاحبه، فانا جبت التليفون لبابا وقال ان هو هياخد التليفون يبيعه، حتى قلت له دور على صاحب التليفون، قال لي بلا صاحب التليفون بلا زفت، انا هاخد التليفون ابيعه. ايه بتقولي ايه؟ طيب تعالي ورايا. تليفون ايه يا ماجد اللي البنت بتقول عليه؟ تليفون ايه ده؟ التليفون اللي البنت لقته. مش عارفه تتكلمي على ايه.
تعالي يا حبيبه قولي تليفون ايه اللي انت لقيتيه؟ تليفون اللي انا لقيته واديته لك يا بابا. مش المفروض يا استاذ اللي يلاقي حاجه يدور على صاحبها؟ انت عايزه ايه بقى دلوقتي؟ ده رزق وربنا بعته لنا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو يعني عشان انت قاعد عاطل في البيت ما بتشتغلش ربنا هيبعت لك رزق لحد عندك؟ ما هو ربنا عارف الظروف اللي انا فيها وبعته لي. هو انت دلوقتي عارف صاحب التليفون ده دلوقتي عامل ايه؟ اكيد طبعا دلوقتي زعلان على التليفون وعليه ارقام كمان، واكيد زمانه محتاج الارقام دي. ايه يعني الارقام؟ هيروح يطلعه من الخط بخمسة جنيه. وريني التليفون ده يا ماجد لو سمحت. تليفون ايه بقى؟ صدقني يا ماجد شكلك وحش قوي قدام بنتك. بقول لك ايه، هو انا هصرف عليكي بقى منين دلوقتي؟ انت عايز تصرف عليها من فلوس حرام. حرام ايه؟ ده رزق ربنا بعته لي. وريني يا ماجد التليفون لو سمحت. اهو يا ستي التليفون. ايه ده؟ ده تليفون ما يستاهلش ان انت تعمل كده يعني، هيجيب لك كام؟ ده هيجيب لك كلام فارغ يعني، مش هيجيب لك مبلغ كبير ولا حاجه. حلوين اي حاجه، اه احسن من مفيش. وهتقابل ربنا بقى تقول له ايه؟ حرام عليك كده يا ماجد، ما تاخدش حاجه مش بتاعتك. انا بقى هشوف مين صاحب التليفون ده. هاتي كده التليفون ده، انا مش هرجع التليفون ده. وانا بقول لك ايه، انا معيش فلوس. يعني ايه؟ هتاكل حرام؟ انت هتمشي كلامك عليا ولا ايه؟ انا وبنتي مش هناكل حرام. ما تاكلوش، روحوا بقى كلوا من الزباله. من الزباله؟ يعني انت شايف كده؟ ما انا بقول لك ابيع التليفون وانزل اجيب اكل، مش عاجبك. انت مش عارف بنتك شايفاك ازاي دلوقتي؟ هتطلع ايه بقى دلوقتي لما تشوف ابوها كده؟ اللي انت بتعمله ده اسمه سرقه. لا مش سرقه، ده رزق وانا قلت لك كده. حرام عليك يا بابا، زمان صاحبه دلوقتي بيدور عليه وزعلان. بس يا بنت اسكتي بقى خلاص، مش عايز اسمع صوتك. بقول لك ايه، ادخلي جوه. انت بتكلم البنت كده ليه؟ يلا انت كمان ادخلي يلا وراها، مش عايز اسمع ولا اشوف حد فيكم. ما اللي يخليك تبيع التليفون اللي البنت لاقياه؟ بيع تليفونك. لا يا اختي مش هبيع تليفوني، تليفوني عليه شغل. شغل؟ شغل ايه ده؟ سلامات يا شغل. استغفر الله العظيم، دي عيشه بقت تقرف. يا تيتا. نعم يا حبيبتي. كنت عايزه اقول لك حاجه. في ايه يا حبيبتي قولي. شفت يا تيتا اللي بابا عمله؟ عمل ايه بس تاني؟ انا كنت في الشارع، كنت رايحه اشتري حاجه حلوه، بعدين لقيت تليفون فما كنتش عارفه صاحبه، فديته لبابا. قام بابا قال ان هو ياخد التليفون يبيعه، وما رضاش يدور على صاحبه. يا نسبتي، ابوك قال لك كده؟ اه يا تيتا. يا حبيبتي تلاقيه بيهزر معاكي، اكيد هيدور على صاحب التليفون ويديهوله. بابا مش ممكن يعمل كده، احنا ما ناخدش حاجه مش بتاعتنا ابدا. يا حماتي ده فعلا عمل كده. لا لا يا هبه، اكيد بيهزر معاها، انا هطلع انا اشوف الموضوع ده. روحي انت يا حبيبتي وانا جايه وراك. انا مش عارفه هو بيعمل كده ليه يا حماتي، دي اخر تربيتي فيه. ده انا مش عايزه افسر الكلام قدام البيت عشان ما يبقاش شكله وحش. ده البنت بتقول لي شايفه يا ماما بابا عاوز يسرق التليفون. بقول لها لا يا حبيبتي انت فاهمه غلط، تعالي يا حماتي اتصرفي معاه. والله حرق دم البعيد. هو ايه الكلام اللي انا سمعته ده يا ابني؟ كلام ايه؟ الناس تصحى تقول صباح الخير، وانت ايه اللي طلعك؟ مش انا قلت لك ادخلي جوه؟ انا طالعه مع طنط، هو في ايه؟ انا اللي بكلمك. ده ايه الخيبه اللي انت فيها دي؟ لما اكون بكلمك تحط عينك في الارض وترد عليا. حاضر حاضر. خليتني لعنت اليوم اللي جبتك فيه. ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ بقول لك ايه يما، التليفون ده مش هرجعه، يعني مش هرجعه. ايه اللي انا بسمعه ده؟ يعني اللي انت سمعتيه. برافو عليك يا قلب امك. بقول لكم ايه، ادخلوا كده نظفوا الشقه جوه ولا الاوض ولا اعملوا اي حاجه. حاضر. الله يا حبيبه. عيب عليك لما تقل مني قدام مراتي وبنتي. هو انا لسه عملت فيك حاجه؟ بتضربيني في ايه يما؟ دي مش التربيه اللي انا ربيتها لك يا قليل الادب يا ابو ايد طويله. انا ربيتك على كده، انت جايب بنت الناس عشان تمرمطها معانا؟ طب بلاش مراتك، بنتك دي ما بصت لهاش. بنتك دلوقتي تشوفك عامل ازاي، تشوف صورتك عامله ازاي. ده ابوك الله يرحمه ما كانش كده، كانت كل الناس بتحترمه. خلي بالك انت مهما تكبر انت عيل صغير تحت رجلي. هو ده منظر اب؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ هو انا عمري في يوم من الايام فكرت اكلك حرام من يوم ما ربنا خلقني على الدنيا؟ وبعدين ايه اللي مقعدك من الشغل؟ ولا تكون عايزني يا واد انزل اشتغل انا عشان اكلك انت ومراتك وبنتك؟ حاضر هنزل ادور على شغل. ده تكنيله عليك وعلى اليوم اللي شفتك فيه. هات يا دي التليفون اللي معاه. اهو اهو التليفون اهو، وانا هنزل اشوف شغل. غور في 60 داهيه، حرقت دمي يا بعيد. يا رب اهديك يا ابني يا رب، ده انت يا رب اللي عالم من يوم ما ابوه مات وانا شقيانه عليه وتعبانه. يا هبه يا هبه. ايوه يا ماما. تعالي يا بنتي. على فكره يا حبيبه بابا راح الشغل. جد يا حماتي؟ اه طبعا، امال ايه، ما انا قلت لك ان هو كان بيهزر. وبعدين ساب التليفون بتاع الناس اهو اللي انت لاقياه يا حبيبه جنبي اهو، بيقول لي ما كنتش اعرف انها هتصدق ده انا كنت بهزر. كان عاوز يعرف انت رد فعلك هيبقى ايه، يعني انت هتردي تقولي له ايه؟ احنا بقى هناخد التليفون ونطلع رقم كده الناس من على التليفون ونرن عليهم وهم يجي ياخدوا تليفونهم. ماشي يا حبيبه؟ ماشي يا تيتا. بابا ما بيعملش حاجه غلط يا حبيبتي. ايوه يا حبيبتي بابا مش حرامي، بابا شاطر. يلا يا حبيبتي ادخلي اوضتك عشان تذاكري. حاضر. عرفت تاخدي منه التليفون يا حماتي؟ هزقته واديته فوق دماغه، ربنا يهديه بقى ويصلح حاله. معلش يا بنتي ده اكيد شيطان، ابني ما كانش كده، اكيد مصاحب حد مش كويس. طيب انا هدخل احضر لك الفطار عشان تاخدي العلاج بتاعك. ماشي يا حبيبتي. اهي واحده زي دي بنت حلال، هتطول بالها عليه ازاي؟ يا رب يهديك يا ابني ويصلح حالك.